ومتواصلين وياكم مشاهدينا، والآن زيارة إلى مطبخ الشيف إسراء وأكلة من وطبخة من طبخاتها البسيطة والطيبة أكيد. حتى تعلمنا على طبخة، جبت لها كل المواد. الطبخة قالت لي ما أتذكر اسمها، بس قالت لي طبخة بغدادية قديمة، بغدادية أو جوز نجفية ما أعرف، المهم راح أتأكد. تعجبني هاي. مرحبا إسراء. هلا، شلونك؟ هلا وهلا بيش. جبت لك كل المواد. اوكي، شنو هي الاكله اللي نسيتها؟ دوب. دوب نسوي دوب ان شاء الله. اوكي ان شاء الله. تعالي يعني. تفضلي. يا اهلا وسهلا، اشتاقين لك. انا اشتاقت. اي والله. يلا اوكي، كلي هاي. اي خلينا نشوف عندنا الفطور الجاي. لو اكلتنا اسمها دوب. دوب. إيه. أوكي. أكلتنا أكلة دوب. أنا ما متأكدة أكلة بغدادية ولا نجفية. والله هي على الأكثر نجفية، بس أنا ما متأكدة من 100%، بس الأغلب يعني هي نجفية. مهم أكلة عراقية. عراقية والناس ناسيها، يعني صار فترة يعني منسية. أكلة منسية عراقية. إيه، عندنا هي أساس الأكلة هي لحم الغنم الزنود هذه، وعندنا الفطر الناشف. إذا ما موجود نقدر نستبدله بالفرش. زين، عندنا خل، شوية خل وبهارات، اللي هي هذه البهارات الكبابة والورق غار وشوية قرنفل وهيل، طماطة، عصير طماطة طبعا، ومعجون طماطة. هذا جبت هالزيادة والمعدنوز الزيادة. زيادة إيه، لأن أنا أحب المعدنوز، فكل أكلة خلبي. ندخل المعدنوز، نزين بالمعدنوز. طيب. أوكي. نبلش؟ نبلش. أوكي، هاي المقادير وهسا نبتدي نبلش بالطبخة. يعني لا بصل ولا ثوم ولا ثوم ولا أي شيء. لا، هي ما بيها، بس هذه مكونات بسيطة. بس كل اللي تحتاجه وقت الطبخ، يعني تقريبا ساعة ونص ساعتين، بس المكونات بسيطة. أوكي. نبلش أول شيء نخلي شوية زيت للحم. هسا بعد ما حمى الزيت عندنا نخلي اللحم. هنا أنا أريد اللحم بس ياخذ لون، يعني بس نحمره، بس نحمره من كل الجهات. هذا نحمره كله، بعدين نضيف باقي المواد. هسه هو هذا اللون اللي اريده، حمرناه من كل الجهات. هسه نبدي نضيف البهارات، اللي هي شوية هيل، حبوب هيل عندي ما مطحونة، هنا ماكو بهارات مطحونة، وكبابة وقرنفل، كلها حبوب، وطبعا ورق غار، ونقلبه ويا البهارات شوية شوية. بعدين نضيف عصير طماطة. ومعجون طماطم. اي هاي ضفنا ملح والخل، يعني تقريبا عندي كوب عصير طماطم، طبعا الطماطم تكون مقشرة، وعندي تقريبا 3 ملاعق اكل المعجون الطماطه، ملعقتين خل، وعندي
تقريبا يعني كوبين مي، كوبين مي، والمي اهم شيء يكون يعني نصه، ما اريد يغطي اللحم بهذا الشكل. حلو، يعني ما يغطي. هذه هي اكلتنا اليوم. هسه تحتاج، كل اللي نحتاجه هسه تقريبا ساعة ونص ساعتين الى نار هادئة حتى تستوي. نحتاج شوية نقلبه بين فترة وفترة، شوية تقليب. ونتركه على نار هادئة اقل شيء. هسه عندنا الفطر. اذا استعملنا الفطر المجفف طبعا اول شيء لازم ينغسل، بس غسله سريعه. فاني هنا شنو اخليه بالمصفي، بعدين شويه هيك جو المي، لانه اذا حطيناه بهوايه مي يتغير طعمه. هسه خلينا الفطر هنا ويا مي، ونسلقه تقريبا 5 دقائق، مو سلقة كاملة، لأنه أنا بعدين أرجع الفطر ويا اللحم حتى ينسلق كامل. هسه بس 5 دقائق. هسه صار عندي هذا تقريبا يعني صار له 5 دقائق. نطفي النار، وهسه نبدي شوية نقطعه، لأنه عندي الجزء الساق هذا يكون قوي، فهذا ما نحتاجه بالطبخ. ناخذ بس نقطعه ونشيل الساق، نقطعه بس بهذا الشكل هيجي. اوكي، ونضيفه للحم. كله نقطعه ونضيفه هنا بالاضافه للمي. اهم شيء انه نضيف المي مال الفطر، لان ينطيف نكهه خاصه يعني في الطعم مميز. اذا الفطر المجفف ما متوفر نقدر نستعمل الفطر الفريش، بس ايش طريقه استعماله؟ احنا بس يعني نقطعه بالنص ونضيفه اخر شيء، يعني بعد ما يستوي اللحم نضيفه 5 دقائق ونطفي النار، لأنه ما يحب يعني هواية طبخ النار. أوكي، هسه صار عندنا تقريبا صار لها ساعة ونص النار، فهسه صارت عندي جاهزة. عندي الصلصة فخنت واللحم كله استوى. هسه نبدي نقدمها بصحن التقديم. صارت عندنا جاهزة، يبقى بس نحطها بال جهزة الطبخة. جهزة الحمد لله. شنو رأيك بشكلها؟ أنا عجبتني طريقتها، سهل. يعني واحد ساعة يسوي شغلات الباقي وبعدين يرجع. أرجع لها ساعتين هي بوحدها مستوية. هسا احنا عندنا طبعا هنقدمها ويا التمن، تمن الزعفران وهيل. اي التمون بالديكوريشن اهم شيء، اهم شيء التقديم يكون حلو، وحتى الكميه اسمها يعني واحد اذا خلاها بهالطريقه عيش بقى بالضبط. اي صحيح. نضيف شويه كشمش زينه بالضبط، شويه لوز يعني هني. وهسه اهم شيء عندنا طبختنا اليوم.
شوية نضيف هنا أنا صلصة والفطار. يمكن يعني أنا داشتم البهارات قلت داشتم ريحه الفطار. الفطار إيه بيها ريحة قوية، ريحة مميزة. والفطار مثل ما قلتي اختياري، يعني يحبوها بالفطار ايه. أو ما يحبوها. إيه يعني هي أطيب تطلع بالفطار. نضيف الصوص.